الزومبا هي نوع من أنواع الرياضات اللي بتعتمد بشكل أساسي على الرقص اللاتيني بالإضافة لخلينا نقول للرقص العربي والغربي بشكل عام. هلأ رح نحكي عن الزومبا، شو أصل الزومبا وإيش بيميزها عن الرياضات الأخرى، مع هدى البحري أول مدربة للزومبا بالأردن. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك. كيف حالك؟ الحمد لله. أهلا وسهلا. أنت اللي أدخلتي رياضة الزومبا على الأردن، فحكينا بالبداية شو يعني زومبا؟ زومبا، كلمة زومبا هي كلمة كولومبية عامية، هي بتعني الحركة السريعة مع المرح. فهو الزومبا هي مش رقصة، هو برنامج بيتكون من رقصات عالمية ولاتينية أغلبيتها. لازم تكون 70% من حصة الزومبا لاتيني. فإذا رحتي على حصة زومبا كلها صالسا أو كلها رقص شرقي أو كلها هندي، هيدي مش زومبا. فأهم شيء أنه تكون الحصة أغلبيتها لاتين دانس وشوي منها انترناشنال، يعني رقص عالمي أو أنغام عالمية بدنا نقول. فهيدي كلمة الزومبا بتعني أنه الحركة السريعة مع الرقص. نعم. مع المرح. طب إمتى انتشرت الزومبا يعني عالميا؟ إحنا دخلت على الأردن مؤخرا، عم نقول من سنة أو سنتين، لكن إمتى دخلت على العالم؟ على العالم هلأ هي بلشت، انطلقت من كولومبيا وانطلقت بالتسعينات من بيتو بيريز، هو الفاوندر او هو الكرييتر، اكشلي كان سي ذا فاوندر، هيز ذا كرييتر اوف زومبا. فهي طلعت على امريكا بالتسعينات طبعا، وكانت كتير تشالنج، كان كتير صعب انه هو ينشرها لانه برنامج جديد وجاي من كولومبيا، بتعرفي الوضع كان كتير صعب عليه. بس بلشت كمان انه تحددت بال2011. نعم سوري، بال 2001 2001 يس. بس كمان ما كانت منتشره كثير، يعني لسه كانت بس مزبوط بومد يعني، وانطلقت بقوه فظيعه كانت بال 2008 و 2009. وانت امتى قررتي انك انت تدخليها على الاردن؟ قررت بال 2009 لما خدتها. بال 2009 كنت عايشه بالستيتس، وطبعا خدت السيرتيفيكت واللايسنس تبعتها وانتقلت لهون. ودغري مجرد ان انتقلت لهون باخر 2009 بلشتها بالجانيوري 2010. ب 2010 يمكن اول ما كنا نشوف مثلا الزومبا او اسم زومبا دخل على الاردن، يمكن كنا شوي نستهجن انه شو الزومبا، وما كان يمكن في اقبال كثير عليها. بالزبط. لكن هلا في اقبال كثير كبير. فقولي لنا انت ايش واجهتي صعوبات يعني بالبدايه لما قررتي انك تدخلي الزومبا على الاردن؟ كان شيء بيضحك كثير انه لما كنت بدي اروح اقول لهم انه زومبا واعرضهم على الجيمات او على المراكز الرياضيه، كانوا يضحكوا يقولوا لي زومبا بالمصري يعني علقة. ارتلف. هيدي كانت احدى شيء، وبالفعل انا واجهت كتير صعوبة يعني، خاصة انه جاي جديد وعم ببدأ شيء جديد، فصار عندي discouragement يعني، صار عندي احباط عرفتي. بعدين يعني بوجه الشكر لفتنس ون، هن اللي بالفعل تبنوني وقبلوا انه طلعوا they googled it actually، وكتير انبسطوا من الفكرة وعجبتهم، وبلشت ساعدوني تأطلق الزومبا من فتنس ون. حلو. يعني. طب هلأ احكي لنا يعني هدى برأيك ايش اللي بيميز الزومبا عن الرياضات الاخرى؟ لو الزومبا مش متميزة يمكن ما حيكون في عليها هالاقبال كبير، فشو اللي بيميزها عن الرياضات الثانية؟ اللي بيميزها انه نحن صرنا نحس بالضجر لما نروح نلعب رياضة. فهلا الزومبا هي فن and it's a party. So logo تبع الزومبا هي ditch the workout and join the party. So هيدا الأهم الشيء انه بيميزها، انه انت عم تحسي بالثيم، مش انت جاي تلعبي تعملي بوش ابس وتعملي. هي متعه. متعه بالضبط، متعه نحكي العربي سوري. فهي متعه كبيره، بتحسي بالمرح كثير وانبساط، وبتفرغي طاقه فظيعه، لانه كلياتنا بنحب نروح على حفلات صح ولا لا؟ طبعا. بس ما الكل بحب يروح يعمل ورك اوت. فهلا مجرد فكره اللي هي سايكولوجيكلي كثير هيدي بتاثر، انه نفسيا انه انت عم تروحي، انا رايحه العب هلا، رايحه اتعلم ريتم جديد، يا ترى شو بدها تحبنا لنا اليوم مدربه، اي رقصه من العالم بدي اتعلم شيء. فهيدا لوحده هو كثير مهم، تدافع عن نفسي انك انت تروحي على الجيم وتلعبي رياضه او تعملي اي شيء. فهيدا اللي ميزها عن باقي الرياضات. فكمان الحلو فيها انها هي سولو، نحن بتعرفي انها هي عباره عن مجموعه رقص لاتيني، سالسا وتشاتشا وفلامينكو والقصص هيدي كلها وسامبا. بس هي الحلو فيها انه تميزت انه سولو، ما في داعي نروح على مدارس الرقص ونتعلم مع بارتنر، وما لازم يكون في معنا شريك الزومبا. شريك هيدي واحد، وكمان فيتنس فاريشن يعني اللي هي طريقه رياضيه. نعم. فبتحول الرقصه منحولها لفيتنس فاريشن، بيكون فيها انه اسلوب رياضي. نعم. كمان وفيها عم تحرقي وما عم تحسي بالوقت، سو بتطلع من الحصه كثير بيكونوا عم بيطلعوا بيقولوا خلصت الحصه. صح. كمان اعطينا كمان نص ساعه. فهيدي بتميزها عن باقي الرياضات، ما فيها ملل ابدا، ما فيها يعني ملل، وعم تكسر بالضبط وما عم تكسر الروتين كمان. صح. يعني. طيب هلا هدى يعني مثلا في ناس هلا عم بيعتمدوا على الزومبا كرياضه وحيده، يعني مثلا بس بيروحوا على الجيم او على النوادي الرياضيه بس عشان يمارسوا الزومبا، فهل برايك انه هذا شيء كافي؟ يعني هل الزومبا هي ممكن تعمل على شد الجسم، على شد كل عضلات الجسم، ولا لازم يكون في رياضه ثانيه من خلال مثلا حمل اثقال خفيفه خلينا نقول، خصوصا للسيدات اللي ما بيقدروا يحملوا كثير؟ فشو رايك الزومبا بنقدر نعتمد عليها كرياضه وحيده نمارسها؟
لا طبعا لا، وهذا اللي بقوله للكل، حتى نحن كترينرز لازم نعمل ويت ترينينج وناخذ حصص تانية تأنه نقوي جسمنا، لأنه الزومبا هي مثل بنرجع منوضح شو هي الزومبا، هي صف كارديو، يعني حصة فيها حرق عالي، which is ما حكينا فيها أنه بتحرق بين 400 ل1000 كالوري بالساعة. فهي حرق يعني كتير عالي، big cardio class. فطبعا نحن هون بتشد الجسم بس تشتغل أكتر شيء على العضلات الكبيرة، فلسه في عنا عضلات صغيرة ما رح يعني تستعمل بحصة الزومبا، فلازم انه ستيل انه نحن نروح نعمل ويت ترينينج وناخذ حصص تانية مثل بيلاتيس واليوغا والبادي شيبينج وهيبس اند ابس، كل هيدي لانه بتشتغل على عضلات التانية اللي قاعدة هونيك نطرة الشد، عرفتي؟ فايتس نوت انف الزومبا لوحدها، لا لازم يكون في بالانس بحياتك الرياضية. فبدنا طبعا كارديو، بدنا ويت ترينينج طبعا، سو الا في الزومبا تونينج. هلا بنحكي عن باقي البرامج، خلينا هلا نحكي عن انواع الزومبا. ايش انواع الزومبا؟ اوكي هلا انواع الزومبا في كتير انواع، لانه الزومبا فور ايفريون، فتاكدت انه شركه الزومبا هي اي حدا موجود هون لازم يشارك بالزومبا، ما بتختلف العمر، الوضع الصحي او انه هذا. فمن هيك في عنا زومبا جولد، غير الزومبا العاديه عنا زومبا الجولد. هلا زومبا جولد هو بيكون اخف شوي، مش بالسرعه اللي بالزومبا العاديه. ليه؟ هي كرمال انه مثلا الاولدر اكتيف ادلتس، الناس الكبار بالسن ممكن انه يشاركوا فيها، او مش بس للكبار بالسن، لانه في ناس عم يفهموا بيقولوا بس للكبار بالسن، لا. او للمبتدئين يلي بدهم تكونوا شاركوا شوي شوي، انه بدهم يتعلموا الحركات على مهلهم، او كمان للي عندهم مشاكل صحيه. نعم. وي ميك شور انه مثلا عنده مشاكل، هيدا مثلا جروب عندي عنده مشكله صحيه هيبس او باك او كذا، بكون كمان كثير اخف الكلاس. او للي عندهم احتياجات خاصه. نعم. على الويل تشير. فيعني كمان انه بيعلمونا نحن كمدربين كيف انه نقعد على الويل تشير قدام اللي بكونوا قاعدين على الكرسي. حلو. وانه بنعلمهم حركات تكون توتالي غير عن اللي انتم بتاخذوها طبعا بالكلاس. يعني اذا بستهدف العديد من الفئات، العديد من الفئات، الصغار بيقدروا يلعبوا الزومبا. yes. هلا الزومبا تومك which is هيدي كمان عندنا هون خاصه بالنسبه للصغار، تفريغ الطاقه عندهم، انه نشيلهم عن الجيمز والكمبيوتر وال يو نو، انه الحياه تفرغوا طاقتهم في انه ممكن يكونوا الحركه. فهلا بالجيل هيدا كثير ذير انتو ذا تكنولوجي، وطبعا ما عم بيطلعوا يلعبوا الحاره، ما عم بيعملوا حالهم. فهيدي كانت كمان انه اللي هو الزومبا تومك. زومبا تومك از جاست فور كيدز، وطبعا فئات معينه بيكونوا بنحطوا مع بعضهم من سن ال 4 ل 8 سنين و 8 ل 12. طبعا هون نحن الهدف منها انه الصحه، انه نحن تو امبروف، انه نحكي انه انتم لازم نعلمهم هن صغار انه لازم الحركه، الحركه مهمه كرمال تانه يكون عندنا جسد صحي، وانه تلكم من انه يو نو ما يكون خالي من الامراض، ومش انه والله عم انه والله تو هاف بيتر نايسر بودي. يعني هيدا اهم شيء الهدف، انه عرفت علي انه بس عشان جسمنا يكون حلو، يكون حلو لا، انه اهم شيء انه تحركوا كرمال قلبنا، كرمال عضلنا، كرمال. فبكون الابروتش او بيكون كيف انه بنقول لهم انه لازم تتحركوا، مش كرمال انه ترقصوا. عرفت علي؟ فهذا للكيدز. يا طبعا. والشيء الثاني اللي هو زومبا تونينج. هلا زومبا تونينج هو بيكون ذاتس واي توكينج، انه تنعمل تونينج فبيكون مع الاوزان الخفيفه. اوكي فنفس الستبس بس بتكون كمان شوي موديفايد، كرمال تيقدروا يعملوا يعني مخففه، تيقدروا يعملوا كوردينيشن، انه تناسق بين مثلا تكوني ماسكه الدمبلز اوزان خفيفه بالزومبا، بالزومبا عم تعملي سالسا مثلا بنفس الوقت عم تعملي يا ففي تونينج خصوصي كلاس للزومبا، مش بس الزومبا العادي. فهون طبعا عم نستفيد اكثر بالنسبه للعضلات اللي نحن عم نقول انه تدو سم ويت ترينينج وايل يو هافينج فن. اكيد ليش لا. حلو. طب هلا مدرب الزومبا او مدربه الزومبا لازم تكون يعني مطلعه على كل هاي الانواع من الزومبا، يعني مثلا سواء اذا بدها تدرب الاحتياجات الخاصه، بدها تدرب الزومبا تونينج، يعني كل الانواع اللي انت حكيتيها لازم المدرب يكون مطلع على كل هاي الانواع. هلا لا مش شرط انه يكون بيطلع على كل هالانواع. هلا المدرب هي حره او حر المدرب انه يتخصص بالمجال اللي بده اياه. هلا بس الحلو انه ناخذ كل كمدربه، انا بنصح كل مدربه زومبا انه اذا بتقدر تاخذ كل الليفلز، كل الانواع هيدي، لانه هيدا بيكون عندها انه بيلدينج نوليدج تبعتها، انه بيكون عندها معلومات خلفيه عن كل البرامج الموجوده، وبعدين هي حره انها تتخصص بمجال معين. نعم. مثل كمان نسيت اقول لك اللي هي اكوا زومبا كمان في عندها اللي بالمي، اللي هي بالمي كمان. هلا هيدي نمط كتير طبعا بتكون غير عن الزومبا العاديه اللي الكل بيعرفها، اللي بالمي بتكون اصعب. صح؟ بتكون اصعب للاكشلي، لانه عم تشتغلي انت بس مور سيف، يعني
أأمن لأنه المي هلأ أثبتت دراسات كتير أنه رياضة المي كتير أأمن من الرياضة اللي على الأرض، لأنه في عندك أنت خاصة اللي عندهم مشاكل صحية المي هي تعرفي أنت عم تشتغلي مع force of water against the force of water والإمباكت very low طبعاً بيكون أصعب لأنه عم تقاومي المي بالضبط عم تقاومي المي وكمان الإمباكت أنه أنت الإمباكت التأثير thank you سعدي كتير خفيف سو هيدي بتكون أصعب شوي أفيد بس أصعب على المدربة لأنه المدربة فوق بتكون عم تعمل water tempo حلو ممتاز طيب سؤالي الأخير وسريعا لو سمحتي أنت المنسقة من قبل شركة زومبا العالمية بالأردن فأحكينا إيش طبيعة عملك إيش بتعملي هلأ طبعا أنا في عندي my own center مركزي أنا هلأ منه عندي عم بطلق يعني الزومبا منها وهلأ هيدا السنتر أنا عم بعمل هوستينج عم بستضيف شركة الزومبا للترينينج لأعداد المدربات بالوطن العربي لأنه عم خفف على كل اللي بيكونوا بالوطن العربي دي يضطروا انه يسافروا على اوروبا او على امريكا ليأخذوا هالرخصه هيدي فانا بلشت هيدي الرحله انه هدفي كان اني انشر هيدا الحب اللي انا غير لي حياتي وساعدني انه ابدا حياه جديده انه حب الكل يقدر انه يستفاد منه بلا التعب ويقدروا يسافروا برا فالحمد لله قدرت انه انا اقدر انه اكون الهوست او المضيفه للشركه انه يجوا وفتحت لهم المركز تبعي انه يكون هو مركز لاعداد المدربات وكمان الايفنتس لاي زومبا ايفنت يعني اي شيء ممكن نعمله فهلا في عنا شيء جديد كمان رح يكون بشهر بعد 9 رح نجيب مره تانية اعداد بي 1 اللي هو البيسك 1 وبي 2 رح يكون ان الله راد كمان والتخصصات الثانيه بالزومبا اكيد احنا نحكي لك يعطيك الف عافيه وشكرا انك انت دخلتي رياضه الزومبا على الاردن لانه فيها في عليها اقبال كثير وزي ما قلتي هي نوع من انواع المتعه يعني الواحد لما يلعبها بفرغ عن طاقته بحس انا مختلفه ومميزه عن الرياضات الثانيه فشكرا لك هدى البحري اول مدربه للزومبا الله يخليك شكرا لكم كثير انه استضفتوني واعطيتوني المجال تانه شارك هيدي الاكسبيرينس معكم اهلا شكرا كثير لكم